السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا ملعب قسنطينة، ملعب حملاوي، واللي الغازون تاعو يظهر يعني بصفة جيدة، لكن عندي ملاحظة حبيت نديرها على الملعب هذا. الحبة هذا لو هذيك الفضاءات نتاع المش فوق المدراجات نتاع الهبوط يعني الهبوط والصعود تاع المدراجات، اللي كولوار هذوك اللي خلوهم في المدراجات يكون نقصوا منهم، لان المدرجات في الاصل هي ماهيش كثيره يعني اللي نتاع الكراسه، والفضاءات نتاع لا سيركيلاسيون اللي فوا سيركيلاسيون هذوك في المدرجات داروا منهم بزاف. لو كان نقصوا النص منهم زوج فضاءات ينحوا فضاء واحد، كان ممكن يزيدوا في السعه نتاع الملعب ويديروا فيهم كراسه. كان ممكن دوك راه كان 35000 متفرج، دوك راه السعه ديالو 25000 متفرج. كان بالامكان لو كان نقصوا من هذيك الفضاءات نتاع لا سيركيلاسيون كان ممكن يزيدوا في السعه نتاع الملعب على الاقل الى 30000 متفرج، يزيدوا 5000 ولا 10000 مقعد بسهوله، لانه فيها كتب فيها الفضاءات اكثر. نلاحظ انا نشوفه في الصور هذه. المهم الملل الارضيه راهي جيده، ايام يعني اسبوعين او يعني بضع اسابيع قبل بدايه الشهر، وان شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.